لشباب الألتراس قدمت من ميدان عابدين بمنطقة وسط البلد وانضمت أيضا إلى هذه التظاهرات. المشهد داخل ميدان التحرير كالتالي: هنالك أعلام مصر ترفرف فوق أيدي المتظاهرين، وأيضا هنالك أغنيات حماسية ووطنية تنطلق من المكبرات الصوتية الموجودة في المنصة، وإلى جانبها أيضا هنالك هتافات تنطلق من حناجر غاضبة من قبل المتظاهرين، وهي هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين. أود الإشارة أيضا إلى أن هنالك في خطوة لافتة في مجمع التحرير